توقعات برج الحوت ليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023. هيدعوك الكون النهارده عشان تتبنى التغير بشجاعه. ممكن يؤدي لمعارضه كوكب الزهره مع اورانوس لانك تغير روتينك اكتر، لكن هتفتكر ان التغيير هو الثبات الوحيد في الكون عندك. نصيحتي ليك النهارده خليك زي الميه، سايل وقابل انك تتكيف في اي مكان. هتلاقي طريقه جديده من خلال اصعب العقبات. عاطفيا القمر هيبقى في ترين مع المريخ، بيدي لك طاقة جديدة عاطفية. الوقت هيبقى مناسب عشان تشارك مشاعرك النهاردة وتقوم بالخطوة الأولى. حتى لو كنت عازب هتبقى بتحذر نفسك أكتر من معارضة كوكب الزهرة الأورانوس. هيجيب لك مفاجآت كتيرة، هتبقى منفتح أكتر وقابل أنك تتكيف. مع زحل هيبقى في الشغل بيشتغل عطارد عشان يعزز التواصل معك. هتبقى الوقت مثالي عشان تنظم كل مهماتك وتشارك افكارك. ما تنساش انك تكون مرن، لان معارضة كوكب الزهرة الاورانوس هتبقى بتأدي لتغيرات مش متوقعة. من اجل رفاهيتك هيديلك القمر مع المريخ دفعة جديدة وطاقة هتستفيد منها عشان تمارس الرياضة اللي بتتمناها. هتقوم بنشاط بيثير شغفك اكتر. ما تنساش انك تخطط لنفسك بشكل كويس، حتى لو كان في توتر في بعض الاحيان هينساه. من الوضع المادي النهاردة هتبتدي يبقى في وجود مع عطارد مع زحل، هيبقى بيعزز الحذر والتخطيط عندك. الوقت مثالي عشان تراجع ميزانيتك وتستثمر في مشاريعك الطويلة المدى. هتبقى مستعد عشان تتكيف، لأن معارضة كوكب الزهرة مع أورانوس هتجيب ليك مفاجآت كتيرة.